نرجع مرة أخرى إلى قلب الحدث، إلى المونديال، مع الزميل العزيز محمد طه من منطقة المشجعين. يا طه برحب بيك، آخر الأخبار والأحداث عندك. برحب بيك طبعا يا بدراوي، وطبعا برحب بكل مشاهدي اون تايم، وهاخد من الخبر الاخير يعني كل مشجعي البرتغال بالامس. حتى لو الفيفا ما حسبتش الهدف لكريستيانو رونالدو، فهم كلهم امبارح احتفلوا بان الهدف لكريستيانو رونالدو. وزي ما انت قلت الاتحاد البرتغالي بيحاول يقدم ما يثبت هذا، لكن هل ممكن القرار يتغير ولا لا؟ ده اللي ممكن نشوفه خلال اليوم او الساعات القادمه. لكن احنا موجودين دلوقتي في الفانزو، واللي احتضنت اليوم فعاليات مهمة جدا للمشجعين، وهو كأس العالم للمشجعين، بطولة بتقام لأول مرة في تاريخ كأس العالم على هامش كأس العالم، بنفس عدد المنتخبات المشاركة بنفس المجموعات. يعني مثلا المجموعة الأولى فيها قطر والإكوادور وهولندا مثلا، موجود برضو مشجعين من قطر، من الإكوادور، من هولندا، من السنغال، موجودين كل مجموعة بالضبط زي مجموعات كأس العالم كفانز أو كمشجعين بتشاركوا في إحدى المنافسات علشان يتنافسوا على كأس عالم اسمه كأس العالم للمشجعين. طبعا كانت يعني الأمور كلها ممتازة جدا في حفل افتتاح، ويعني كشيء مصغر كده بحضور الجماهير كلها، ال 32 منتخب أو ال 32 ممثلي المنتخبات أو المشجعين. كمان حضر تشافي، حضر كافو، حضر سامو لقيتو، حضر بعض النجوم اللي جم النهارده عشان يوصلوا رساله لكل المشجعين ان انتوا كمان مش بس تقدروا تعيشوا الاحداث او تتفرجوا او تحضروا المباريات، لا كمان ممكن تيجوا وكمان تتنافسوا، يبقى عندكم اكتر من متعه بجانب الفعاليات، بجانب الاستمتاع بالاجواء في كاس العالم داخل قطر. فهنا يعني محاوله ان هم يوصلوا للجماهير الاستمتاع بشكل كامل، مش بس تيجي عشان تحضر ماتش وتخرج، لا تقدر تحضر فعاليات، تقدر تشارك في منافسات وتلعب كرة قدم وتمارس انت كمان كرة القدم. فخلينا نشوف هل المنتخب اللي هيفوز بكأس العالم هيوازيه كمان المنتخب اللي بيفوز من الجماهير. البطولة هتكون مصغرة في خلال 4 أيام، هيتلعب النهاردة أكتر من مباراة، وبكرة برضو لحد 4 أيام هيكون انتهى وتوج بيها أحد الفرق المشجعين. لكن خلينا نتكلم بشكل عام عن اليوم النهاردة. يمكن هنا في الفانزون بنستعد دلوقتي للمباريات اللي هتقام في نفس التوقيت، مباراة السنغال والإكوادور اللي المفروض ان انا هتوجه ليها بعد لحظات، واحدة المباراة المهمة. نتمنى طبعا التوفيق للمنتخب السنغالي، منافسة شديدة جدا في المجموعة وكل المجموعات، يعني زي ما انت شايف يا بدراوي يمكن كل التنافس ده اللي بيحصل في كل المجموعات مع الجوله الاخيره، مفيش منتخبات تاهلت كثيره جدا، عدد قليل جدا تاهل، لكن ده بيدي قوه للمنافسه. فبالتالي هنشوف ايه اللي هيحصل النهارده في هذه المواجهات. كمان ديشامب النهارده في المؤتمر الصحفي يعني رفض يتكلم عن موضوع كريم بنزيما، وبرده نفس الكلام اللي قاله امبارح او اللي خرج من المنسق الاعلامي للمنتخب الفرنسي، قال ان كريم بنزيما لازال موجود في قائمه فرنسا، ما فيش حد جه مكانه، هنتم استدعائه او لا لسه يعني مش عارفين، القرار لسه ما خدناهوش. وان كان لحد دلوقتي بعض الاخبار المسربه انه يعني مش هينضم بشكل كبير في هذه اللحظات الا اذا المنتخب الفرنسي وصل للنهائي او وصل ل يعني ابعد من كده. بالنسبه كمان للفيفا اليوم، يمكن خليني برضو اقول لك ان النهارده كان في تصريحين مهمين او قرارين مهمين، ان الفيفا فتح اجراء تحقيقات عاجله جدا بخصوص جمهور كرواتيا اللي يعني كان في بعض الخروج عن النص ضد الحارس منتخب كندا اللي هو من اصول صربيا، وطبعا تم تدوين كل شيء من خلال المراقبين في المباراه، وتم فتح تحقيق عاجل في هذا الامر. ايضا الفيفا غرم المنتخب الالماني ب 10,000 فرنك سويسري لعدم حضور لعيب للمؤتمر الصحفي. فدي القرارات اللي خرجت من فيفا النهارده، تعتبر اول مره تخرج قرارات خاصه بتغريمات او بغرامات بالنسبه لمنتخبات سواء الالماني او منتخب فرنسا. يمكن زي ما بكلمك بشكل كامل دلوقتي احنا موجودين في الفانزون، واليوم طبعا كله حماس، الكل بدا يستعد. يمكن النهارده المباراه عشان هتبدا متاخر شويه، 6 بتوقيت الدوحه، 10 بتوقيت الدوحه، فبالتالي المباراتين دول هيكون في مساحه للناس ان هي يبقى عندها فتره ان تيجي تحضر المباراه، عكس ما كان بيحصل في الاول المباراه ساعه واحده من اول اليوم. ده كده ملخص للي بيحصل دلوقتي من منطقه الفانزون واللي حصل فيها سواء لبطوله المشجعين او ابرز
التصريحات او كمان استعدادنا للمباريات اللي هنكون موجودين فيها بعد لحظات.